لبس الشيك ده هيبقى ب35 جنيه. 35 جنيه هيبقى ب35 جنيه. كده ب35 جنيه. كده سكوبا يمشي شتوي ب35 جنيه. من دول ب35 جنيه. زي كده 35 جنيه. 35 جنيه اي درس من دول. باي زي كده ب35 جنيه. زي كده ب35 جنيه. درس خروج 35 جنيه. اي جيبه من اللي انت شايفينها دي بالوانها ب35 جنيه. 35 جنيه جيبه سكوبا ب35 جنيه. 35 جنيه. ب35 جنيه. يا جماعه حاجه دوار زي كده ب35 جنيه. الشياكه دي مقاسات خاصه 35 جنيه. زي كده ب35 جنيه. انتم فصوف يا جماعه وب35 جنيه. شتوي هاي ويست شتوي ب35 جنيه. 35 جنيه شتوي ده. بصوا يا جماعه الجاكيت ده ب35 جنيه. ده برضو شتوي 35 جنيه. ده شميز قطيف ومضلع ب35 جنيه. بلوزه الشياكه دي ب35 جنيه. جاكيت زي كده ب35 جنيه. هتبقى ب35 جنيه بس يا جماعه. ب55 بدل 75 يا جماعه. جاكيت جينز الشياكه زي كده ب55 جنيه. تونيك شتوي 55. 50 جنيه تونيك شيفون يا جماعه منتش تحفه. الشياكه دي هتبقى ب65 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند مكتب ذهب مصر الصيفي عنده ب35 جنيه. ارخص مكتب في العتبه هتلاقوا موجود عنده صيفي النهارده. معانا شميزات بلوزات سوارهات وعاديه. معانا بلوزات مدارس دريسات كامله 35 جنيه. معانا بلوروهات بيك سايز وبلوزات بيك سايز ب35 جنيه. النهارده عرض دمار جدا. معانا كمان جواكت شتوي وبلوزات شتوي ب35 جنيه. وبس العرض النهارده ما يتفوتش منه دقيقه. العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور وهينزل لكم في اخر الفيديو. وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. بس قبل ما ابدا لايك وشير لكل حبايبكم ونبدا الجوله على بركه الله. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. احنا النهارده عند مكتب ذهب مصر دمر لنا الاسعار. ازيك يا احمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اي حاجه موجوده في الاوضه دي كلها بكام؟ اي حاجه ب 35 جنيه. اي حاجه هنا هتلاقوها ب 35 جنيه. حلو قوي. هنتفرج معاكم. ده هي ب 35 جنيه. عندنا درس ينفع سواريه 65 جنيه. الحاجات دي كانت ده دي 65 بعد الخصم الفيديو اللي فات. كانت بعد الخصم 65 دلوقتي ب 35 جنيه. يعني درس الشياكه زي ده. ثبت لنا وشه بس دقيقه يا احمد. فتره محدوده الحاجات. خلي وشه بس ليا دقيقه. انا عايز اقول لكم منه الوان كمان. والدرس الشيك ده هيبقى ب 35 جنيه. انا شايفه الريشه دي بتختلف لونها يا احمد من النهارده. يعني بص الريشه اللي وراك دي لون تاني. الدرس الشيك ده اهو. بصوا الوان يا جماعه اهو. درس الشيكه زي ده ب 35 جنيه. بصوا على اختلاف كل درجات الوانه متاحه. تمام. بصوا حاجه زي كده بالوانها برده 35 جنيه. تمام. حاجات شيكه جدا لفتره محدوده. الحاجات دي مش مكمله. تمام. معانا الحاجات دي هتخلص وخلاص على كده. يعني هما الكميه المحدوده اللي هنا دي كل ده. تمام. في منه الارضيه اسود برده اهو. بصوا الدرس ده هيبقى ب 35 جنيه. 35 جنيه يا بلاش يا احمد. انا عايز اقول لك ببلاش. حلو قوي. الاوضه دي اي حاجه فيها هتلاقوها ب 35 جنيه. تمام. نفس الكلام برده دريسات ثانيه اهي. بصوا الدرس ده هيبقى ب 35 جنيه. ده ميني درس. ده ميني درس الشيفون زي كده ب 35 جنيه. معانا درس زي كده سكوبا يمشي شتوي ب 35 جنيه. كل حاجة ب 35 جنيه اهي. بصوا أي درس من دول ب 35 جنيه. 35 جنيه بس اهو. بصوا درس زي كده 35 جنيه. 35 جنيه. تمام. 35 جنيه. بصوا شيفون درس الشيفون مبطن ب 35 جنيه. كل ده ب 35 جنيه. ايه الجمال ده؟ لا استنى لنا بقى يا أحمد. أنت كده هتاخدنا سريعا. ايه الخامة تحفة سي واي دي. صح. الدرس الشياكه ده ب 35 جنيه. 35 جنيه. الاستاندات مليانه. بصوا 35 جنيه اي درس من دول. ثواني يا احمد. سي واي زي كده ب 35 جنيه بس كلها مقاسات واحده يا جماعه. مقاسات مقصره. حاجه زي كده ب 35 جنيه. درس خروج. حلو قوي. تمام. تسلم ايدك. انا عايز اقول لهم كل ده 35. صح. كل ده 35. اي درس موجود. بصوا الاستاندات ما شاء الله. ده كله هيبقى اي درس من دول ب 35 جنيه بس. جنيه. تمام. يعني انا ب 35 جنيه. تمام. في ايه تاني معانا يا احمد؟ الجيب دي كلها هنا ب 35. يعني بصوا انا الجيب دي هنا ب 35. بصوا الجيبه زي كده ب 35 جنيه. الجيبه دي برده بلسي 35 جنيه. الوان برده. بصوا الوان منها. بصوا 35. لا انا عايزاك تنزل لنا قطعه يا احمد. بصوا معانا جيبه زي كده ثلاث طبقات وعامله كام؟ دي ب 35 جنيه. بصوا كده دي ثلاث طبقات يا جماعه زي ما انتم شايفين بالوانها. صح ولا اللون ده بس؟ 35 جنيه. بصوا حاجه زي كده جيبه زي دي 35 جنيه. بصوا اي جيبه من اللي انتم شايفينها دي بالوانها ب 35 جنيه. حلو قوي قوي. تمام. بصوا شكلها تحفه 35. بصوا البليسي برده معانا. بليسي شيفون. شيفون مبطن يا جماعه. شيفون مبطن تحفه. دي هتبقى ب 35 جنيه. تمام. التل دي برده ب 35 جنيه. بصوا التل دي برده ب 35 جنيه. جيبه تل مطعمه قطيفه. سكوبا برده ب 35 جنيه. جيبه سكوبا ب 35 جنيه. دي سكوبا برده ب 35. دي جيبه سكوبا 35 جنيه. دي سي واي ب 35. جيبه سي واي ب 35. كل ده ب 35. اي جيبه من دول 35 جنيه. بصوا الشميز برده زي ده ب 35 جنيه. الشميز ده هيبقى ب 35 جنيه. ايه الجمال ده؟
الحقوا يا جماعه الحاجات ببلاش. تمام. الحاجات كانت ب 65 جنيه ده بعد الخاص من التصفيات الصيفي، دلوقتي بقت ب 35 جنيه دلوقتي تصفيات تصفيات الصيف. تمام. حاجه زي كده برضو هاي ويست ايه هاي ويست، بص شكلها بان قوي. سواريه بكام؟ ب 35 جنيه. ب 35 جنيه دي برضو 35 جنيه مدارس. ايش الشياكه دي؟ ده 35 جنيه. ده قطعتين قطعتين ب 35 جنيه. ده مدارس، ده بني بس. اه بص بني في كافيه، في منه كحلي وخلص. لا في الابيض، الشميز بتاعه ابيض في رصاص، بس رمادي بس، قطعه واحده بس هي اللي رصاص. تمام. وكل بني في كافيه. تمام. برضه محيرات كل ده هنا 35. كل المحيرات كل الحاجات دي كلها. بصوا بلوزه زي كده، لا انا عايزاك تفردها لي من تحت، ياخد سكرينات على الشيكه دي. بصوا حاجه سيواي زي كده 35 جنيه. تمام. بصوا دي بلوزه سيواي ب 35 جنيه يا جماعه يا بلاش، ومقاسها حلو جدا برضه يا احمد. تلبس زي 80 مرتاح. تمام. 35. بصوا حاجه ادوار زي كده ب 35 جنيه. في حاجات على الاستاندات متداريه. بصوا في حاجات متداريه على الاستاند كتير. كل ده ب 35 جنيه. كل ده ب 35 النهارده جنيه. الاسعار ببلاش النهارده بجد. بص البلوزه دي بالوانها برده 35 جنيه، حلوه جدا. نفس الكلام. الجمال ده 35 جنيه. ده 35 جنيه البلورو ده. في منه المفتوح. ده صيفي والمقفول. في المقفول بتاعه. اه. طب ورينا قطعه مقفوله. بصوا ده المفتوح يا جماعه ب 35. 35 وفي منه المقفول كمان، هنشوفه معاكم دلوقتي. ده المقفول بتاعه. ده تلبيس واسع برضو. ايه الجمال ده؟ ده 35 جنيه. 35 جنيه بس. بصوا الشياكه دي مقاسات خاصه 35 جنيه، حلو قوي ده. تمام. في منه المفتوح والمقفول. تمام. في معانا بلوزات مدارس زي كده ب 35 جنيه. بصوا مدارس برضو مدارس ب 35 جنيه. بلوزه ب 35. بصوا هاي وستات زي كده 35. حاجات شتوي برضو ب 35 اهي. ده شتوي 35، ده ميلتون فصوف. ميلتون فصوف. اه ميلتون فصوف يا جماعه ب 35 جنيه شتوي. 35 حلو قوي. تمام. في معانا شغل تحت. البلوزات دي هنا برضو ب 35 جنيه. بصوا البلوزه دي برضو هتبقى ب 35 جنيه. بليسي كلها. بلوزه بليسي. انا عايز اقول لهم الاستاند فيه موديلات ورا، يعني مش هو الموديل اللي قدام بس. مش اللي قدام بس، في حاجات ورا. اه في حاجات ورا. الوان وموديلات مختلفه. بصوا مختلفة حاجات فيه. مختلفه. كل ده 35 جنيه يا جماعه. دي كلها ايه؟ كل دي قطع يا جماعه 35. تمام. الحاجات برضو دي كلها هنا شتوي 35 جنيه. بصوا ده هاي ويست شتوي ب 35 جنيه. تمام. بصوا حاجه زي كده برضو ميلتون باشكالها، ثبت لنا قطعه. بصوا دي هتبقى 35 جنيه شتوي. تمام. معانا الشميزات زي كده. الشميزات ب 35 جنيه برضه. 35 جنيه. 35 شميز بس يلبس مقاسات محيرات. محيرات. تمام. بألوانه. الجاكيت زي كده ب 35 جنيه. الجاكيت ده ب 35 جنيه. 35. الحقوا الجمال ده. الجاكيت ده بصوا يا جماعه الجاكيت ده ب 35 جنيه. جاكيت زي كده ب 35 جنيه. الجاكيت ده برضو شتوي 35 جنيه. تمام. يلبس محيرات شتوي. القطيفه دي برضو ب 35 جنيه. بصوا لا ده شميز قطيفه مضلع ب 35 جنيه. الحاجات دي كلها جديده يا جماعه عشان ما حدش يقول 35 حاجه قديمه. لا تريكو زي كده ب 35 جنيه. ايه الشياكه دي؟ ايه الجمال ده؟ جميع الوانها. بص البلوزه الشياكه دي ب 35 جنيه. بالتكس يا جماعه بتاعها. بص عشان ما حدش يقول بس ايه. تمام. افردها لنا كده. بصوا الشياكه دي 35 جنيه شتوي. بواقي مصانع. حلوه قوي. ده في منها الوان، شايفه منها الوان دي. بصوا الوانها كلها متاحه. بصوا الشياكه دي ب 35 جنيه شتوي. تمام. انا شايفه دي في منها استندين كميات يعني 35. وفي لسه بكياسه. تمام. حلو قوي. وراك ايه طيب يا عبده كده؟ احنا شفنا الشميز ده. الجواكت نفس الكلام برضه. نفس الجواكت بجميع الوانها. الجاكيت زي كده ب 35 جنيه. الجاكيت ده 35. معانا بلوزه زي كده ادوار شياكه قوي. انا عايز اقول لكم دي كانت ب 150 وب 160 هتبقى ب 35 جنيه بس يا جماعه. تمام. تسلم ايدك. جيب ادوار زي كده برضو 35 برضه. حاجه جبردين زي كده ب 35 جنيه. ده جبردين. معانا الشال. الشال ده ب 55 جنيه. بصوا الشال ده ظهر. الشال ده ظهر يا جماعه ب 55 جنيه. خمسة وكام؟ 55 جنيه. 55 صح كده؟ 55 جنيه. الجمال ده انا عايز اقول لكم بصوا عرضه قد ايه؟ ما شاء الله. الشال ده كله 70 جنيه دلوقتي ب 55 ب 55 بدل 75 يا جماعه. شال ظهر. تمام. والشال التاني موجود اللي هو الكتف ده؟ كتف اه موجود. تمام اهو. في منه ده اللي هو الطبقتين صح؟ اه. عامل كام ده؟ من ده ومن ده موجود منه الوان كتير. 55 برضه؟ 55. يبقى الشال الظهر. تمام. شال الظهر والكتف هيبقوا ب 55 جنيه. تمام. الوان وده موجود منه الوان. حلو قوي. الاسعار هنا النهارده ببلاش بمعنى الكلمه يعني. حلو قوي. تمام. بصوا يا جماعه الكميات دي كلها اي حاجه موجوده في الاوضه هنا هتبقى ب 35 جنيه. حتى نفاذ الكميه الموجوده قدامكم دي يعني لو خلصت الكميه دي خلاص. بس هو موجود في حاجات موجود منها كميات كتير برضو. انا هنا برضو جنسات اسعار عامله كام يا احمد؟ الجينزات مثلا 55. 55؟ في ايه معنى 55؟ الجاكيت الجينز ده ب 55 جنيه. جاكيت جينز ب 55 جنيه. مقاساته ولا مقاس واحد؟ وان سايز. وان سايز. تمام.
بصوا جاكيت الجينز يا جماعه وان سايز اهو عامل كام؟ ب 55 جنيه جاكيت جينز ب 55 جنيه 55 جنيه بصوا يا جماعه ده دبل اكس جاكيت جينز الشاكة زي كده ب 55 جنيه بلاش في منه برضو كميه اهو يا جماعه لحد ما الكميه دي تخلص صح كده يا عبدو؟ ايوه يا باشا تمام تمام معانا ايه تاني؟ وفي ال تونيك يعتبر تونيك تونيك يمشي شتوي قوي ده عامل كام ده برضو؟ ده 55 بس تونيك شتوي ب 55 جنيه الوانه كلها موجوده الوانه كلها متاحه تونيك شتوي 55 حلو قوي بس هو وان سايز تلبيس زي دبل اكس تمام معانا برضو تونيك شيفون منتش مبطن عامل كام؟ 50 جنيه بس 50 جنيه تونيك شيفون يا جماعه منتش تحفه حلو قوي ادوار انتوا عارفين انتوا كنتوا بتجيبوه بكام اصلا في اول الصيف ده هتاخدوه ب 55 جنيه بس بالوانه زي ما انتوا شايفين درجات الوانه متاحه درجات الوانه كلها متاحه بصوا الكافيه والجنزاري وكل درجاته تمام كله موجود تمام حلو قوي قوي الوانها كلها موجوده ودي عامله كام دي يا احمد؟ البلوزه دي اول واحده البلوزه دي ب 65 جنيه دي هتبقى ب 65 جنيه 65 جنيه اه شكلها تحفه قوي 65 جنيه اللي هي الفراشه ودرجات الوانها كلها متاحه احنا عايزين ننزل بس قطعه منها بصوا معانا البلوزه اللي زي دي اوفر سايز زي ما انتم شايفين دي هتبقى بكام؟ قلنا بكام دي؟ 65 جنيه 65 جنيه بصوا انا هفردها لكم عادل معانا بصوا افرد قصادي بصوا البلوزه الشياكه دي هتبقى ب 65 جنيه كل درجات الوانها زي ما انتم شايفين متاحه موجود كل درجاتها كل الوانها متاحه تمام ب 65 جنيه دي النهارده ببلاش بجد حلو قوي تمام كده خلصت جوله النهارده من مكتب دهب مصر النهارده كانت الجوله عن التصفيات الصيفي بدا من اول 35 جنيه النهارده عروض مش هسمعه في اي مكان تاني ان شاء الله الاسعار دي جمله الجمله الاعلان بالتفصيل هصوره لكم في اخر الفيديو وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله هنيجي بقى للعنوان احنا واقفين دلوقتي في شارع الجيش وده مكتب دهب مصر اللي بعمل لكم عليه زوم دلوقتي هو موجود في الدور الرابع في العماره دي احنا هنوصل له ازاي اصلا احنا موجودين في شارع الجيش في العتبه هلف كده زي ما انتم شايفين وهعمل لكم زوم على كوبري الازهر على اول شارع الجيش اقرب محطه مترو ليكم هتكون محطه مترو العتبه لو جايين من محطه مترو العتبه هتنزلوا على اول شارع الجيش اللي عنده كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده هتسالوا على شارع الجيش وكوبري الازهر لو راكبين ميكروباص برده هتقولوا عايزين ننزل عند شارع الجيش في العتبه ينزلكم برده تحت كوبري الازهر زي ما انتم شايفين هتفضلوا ماشيين لحد مولت سيبس ده مولت سيبس صداري زي ما انتم شايفين ده مولت سيبس العماره تعتبر في وش مولت سيبس على طول بصوا زي ما انتم شايفين كده دي العماره اللي عملنا منها الجوله النهارده وده المكتب كمان بصوا انا بديكم علامات مميزه وممكن كمان تيجوا بصوا ده مدخل العماره اللي تحت ده هتطلعوا الدور الرابع ولو جايين من محطه مترو باب الشعريه هتيجوا من الاتجاه الثاني يعني ممكن تيجوا محطه مترو العتبه وممكن محطه مترو باب الشعريه اللي هيجي من محطه مترو باب الشعريه هيجي من عند العماره الصفراء اللي عملت عليها زوم دي وهتلفوا كده وتفضلوا ماشيين لحد العماره دي برده هيبقى في ظهرنا برده مولت سيبس زي ما انتم شايفين ده باب العماره وده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده النهارده الاسعار ببلاش المكتب موجود في الدور الرابع موجود عنده تصفيات صيفي زي ما شفتوا ببلاش وكل دي عروض على الشتوي يمكن انا ما جبتلكوش كل موديلات الشتوي ما جبتلكوش كمان الجنس هناك اسعاره ببلاش ان شاء الله نعمل لكم فيديو تاني ونقول لكم على اسعار الجنس عنده جواكت بناطيل كل المقاسات وتصفيات صيفي عنده شغل كمان السواريهات موجود هناك انا حاولت اديكم تنويه بس على الحاجات اللي انا ما جبتهاش في الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله